بس كل الشباب هناك يعني. شوف هذا المجلس ما شاء الله تبارك الله يعني جميل جدا، كانوا يسوون فيه بروفات الشباب. شوف ثروتهم. يلا هذا يسوون صباح ما شاء الله مجلس كذا خاص للشيبان كبار في السن. اي اي مره طلع جميل. تفضل حبيبنا. طبعا هذا المحل بيت الحكمه ما شاء الله تبارك الله يعني جميل جدا، جهود رائعه ما شاء الله والله من اخوان قناه يا ابو داعي. ها هو زد رصيدك بس أي نعم. كل البث ما شاء الله أي. شوف الجلسه هنا جميل. ها ما شاء الله مرق بس. السلام عليكم. في مرق يا شباب؟ لا والله. يقول لا. طيب جاملوا. مش موجودين؟ خليهم يقولوا لا خلاص. اوكي اوكي حبيبي. في احد هناك من الشباب ولا؟ ها؟ متوزين هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا هلا. غلا وين الحلوين؟ هلا باهل المسابقات، هلا بريحه 1000 ريال، هلا بريحه المهرجانات، هلا بريحه المهرجانات، هلا بريحه المهرجانات، هلا بالتنظيم، هلا والله وغلاوه شلونك الله يحييك اخبارك؟ تمام سلوك هلا ابو محمد هلا والله حبيبي يعطيك العافيه وين؟ والله ما في شيء ما في والله انا ما بدي اجيب الفوز يا ابوي الا البارح الا البارح انت كنت نايم اسبوع راح اخذ جائزه الحين صاحي شكلك ما في شيء اكيد الله يحفظك كيف امورك مجموعه مسوي قرعه هلا والله سلام مبارك الله يشغل شوي مسوي قرعه لا احنا بنقعد هنا وين الكراسي هذيك هي نجيبها اهلا وسهلا يلا شباب تكفون عشان الوقت بس يلا يا اخوان يلا اهلا وسهلا حبيبنا حياك الله بنسوي قرعه يا شباب نسوي قرعه افضل ايه نادوني مشرفين المجموعات بالله كيف حالك شو اخبارك طيب سعود فهد سعود اوكي واحد سعود ثالث اثنين باقي الثالث منه ثالث منه اصبر القرعه الله يعطيكم العافيه يا شباب ناد معاذ تركي ناد يلا يا شباب يلا يا شباب يلا بسرعه بسرعه ترى الوقت محسوب عليكم ناد معاذ تركي هلا والله ابقى هلا والله غلط شلونك كيف حالك طيب كيف حالك شلونك شلون صحتك طيب شو الاخبار الله يحفظك يا حبيب قلبي بيض الله وجهك تسلم تسلم شلونك شو اخبارك؟ طيبين؟ المسرحيه لازم البشت معي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله كل اثنين قبل شوي حاولوا يكلموني يضغطون علي ما فيه اشد جد يعطيكم العافيه لا والله فيكم الخير والبركه كلكم ما شاء الله ان شاء الله يلا شباب دقيقتين وبنبدا شوف انا اخذنا الجائزه عطنا دخل ابراهيم معنويه ما في الا ولا قد جربنا تمثيل وكذا ومع ذلك فزنا والله دفعة معنوية قوية اليوم في مفاجأة لكم بس بنعلنها بعد شوي والله والله هذا يقول لها فرقة دقيقتين نبدأ تركي دقيقتين ونبدأ الله يعطيك العافية شلونك كيف الحال طبعا انا ابغاكم تجتمعون كلكم عشان اعرفكم على حبيبنا استاذ بندر وين الشباب يلا يا اخوان يلا يا شباب يلا سعود واحد تركي تركي معاذ سعود نادي معاذ نادي معاذ نادي معاذ تركي خليك هنا سعود تعال هنا باقي معاذ معاذ انت مع معاذ صح؟ لا لازم معاذ يجي اللي يبدا الاول يعني خلاص انا موجود احنا نضمن اصلا النظر يا شيخ يا سلام خلاص يا سلام تعال تعال يا شباب يا رب احنا اول ناس ترى في طلبات الارتجال او في طلبات الدراما يعني كلهم زي بعض كل... لا الحين اول شيء نخبر هذه اول شيء المشهد مشاهد اوكي روّل بسم الله يلا كل واحد ياخذ واحد على رقمه يلا خذ يا تركي اعطوني ارقامكم واحد ثلاثة جهز جهز يا سلام يلا سعود دقيقتين خلاص بعدين مو الحين نسوي بعدين مشاهد يا رقم واحد سرعة يا سعود ما عندي سعود المجموعة رقم واحد سعود تركي مجموعة رقم اثنين ثلاثة عندنا مجموعة بس يلا يا شباب مجموعة واحد دقيقة واحدة واحد هذا الوقت دقيقة واحدة والوقت محسوب على رقم ثلاثة صح احنا الرقم ثلاثة اي حتى في الارتجال اعطوا خبر لا 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 رجال قرعة ثانية لا لا استاذ استاذ حبيبي حياك الله استاذ بندر حبيبنا كيف الحال؟ شرفنا وجودك اليوم وما لبس هلا والله ومرحب هلا وغلا شلونك؟ كيف الحال طيب؟ طيب شو الاخبار؟ كيف الحال حياك الله بندر
الحازمي العافيه ونعم رجال التحكيم شلونك شلون صحتك مرحبا. جاهزين بإذن الله. يلا يا شباب سعود شو البطانيه ذي ولا فروه ما شاء الله يلا شباب الجميع تواجد يلا شباب يلا حيهم اخر دقيقه وبعدين يبدا الخصم على طول تحيا ودوب شلونك انت وين القهوة وين ال... حلو حلو طيب. جدا حلو في اليوم افضل ممثل في جائزتين اليوم في مفاجآت اليوم نقول لكم انا حالك نعم والله حبيبي محمد هلا والله والله حبيبنا من الكويت الغاليين ونعم والله شلونك من قايل لك شيء بعد بعد ما نخلص طيب تسمعون الصوت هلا حبيبي سم خصوصا ما في احد اي دخول البرايم بيتكم اي بس يعني اعطتوني المركز اعطنا علنا ليه لا تستعجل يا اخوي اللي اعطتوني الجائزه ما دخلت البرايم شابك الغالي خل الرجال يتناقش ويتلاطف مع لجنه التحكيم واللي اعطتوني الجائزه ما دخلت البرايم يا سلام ما اعطتني دخلت البرايم بالجائزه تدخل البرايم اجي من الحين برايم الله يوفقنا وياك الجائزه 1000 ريال ها زياد زياد جاهزين لا في مفاجأة اليوم زياد قاعدين زيادة تكفى زياد يلا يقول نعطيهم دقيقة ايه تكفى دقيقة خلها بيني بينكم يلا 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 يا شباب سعود فهد انتم مجموعة كم شباب يلا ليش ما سميتوا مجموعات ابو احسن؟ لا لا انتم حطيتوا واحد اثنين ثلاثة ليش ما سميتوا مجموعات زي ما سوينا الاسبوع الماضي اكس لارج نفس المجموعات نفسها نفس الاسماء على نفس الاشخاص ايه نفس الاشخاص ايه معاذ الشيوخ ابو طمر سعود فهد اكس لارج تركي نفس الحكايه نفس الحكايه طيب خلص اكس لارج ما في احد معكم غيرتوا انتم صح؟ لا لا بس عادي انا امشي الفريق يعني رئيس الفريق ما نمشي على مجموعات احسن واحد اثنين ثلاثه ازين مو باحسن عشان ما نلخبط بس انت ترى مرتبط الذهن في موضوع مجموعات الشيوخ وكذا عشان نغير بس صح. لانه فعلا مغيرين كل شيء عشان يمكن نفوز المره هذه يمكن يمكن ربي يهديك يعني مجموعه الحين واحد اثنين ثلاثه ها؟ طيب يلا بدا الوقت يا مجموعه رقم واحد بسم الله يلبسون ما يلبسون بسم الله السلام بس هيثم ما انا الحين بتفاهم معكم زين شوفوا من الحين يبدا الخصم من الحين يبدا الخصم من الحين يبدا الخصم زياد تكفى يا ولد خلاص شباب الله يعطيكم العافيه كلكم على الكراسي جالسين الله يعطيكم العافيه لا احد يغطي شيء على الكاميرا لا احد يبدا لحد ما اعطيكم اشاره طيب اول شيء يا شباب جاهزين يلا 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 يا ابوك كل المجموعه تركي بالله جيب مجموعتك بسرعه بسرعه لا يبقى احد جوا طيب سم خلي شغله صدى في مايك محمد الوهيبي ها خلي شغله صدى في مايك محمد الوهيبي محمد الوهيبي المايك حقه طيب يا شباب شغلوا له مايك محمد الوهيبي صدى 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 ابشر صدى يا حبيبنا من عيوني يا ابو حميد محمد ناد فريقك نادوهم كلهم بالله تبقى طيب زياد ترى عليكم ها لا 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 ها جين جين بسرعة كل الفريق وينه طيب انا ابغى المجموعة كلها يجون كلهم عندي حق فريقنا كلكم كلكم يا عيال كلكم اطلعوا 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 كلكم هذا لهم جاهزين ايه هلا والله غلط طيب سلام سلام نظر يا شباب يلا بسرعه 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 عشان الوقت احنا جاهزين بس مش وين المجموعه الثانيه والثالثه مع طيب. نفسهم ما يخالف شباب انت موضوعنا ايش تعصب انا تعصب طيب ليش اخترنا موضوع تعصب لان يناقش اكثر من قضيه يا سلام عليك تعصب في كل شيء تعصب في الرياضه تعصب في الاسلوب تعصب في التطرع في الطرح احيانا في الراي التعصب اتوقع يشمل شغلات كثيره حتى في التشجيع هذه نقطه مهمه جدا نبغاكم اليوم تجسدونا التعصب باسلوب حضاري رائع وجميل، الجوانب الايجابية يعني يتم تعزيزها والجوانب السلبية يتم تلافيها من خلال المشاهد اللي بنشوفها منكم. باذن الله. يعطيكم العافية يا شباب ابغى الجميع يتفاعل واهم نقطة عندي اللي ما له دور جالسين برا ويتفاعلوا مع ممثلين ترى بنحسب لهم درجات خاصة من قبل لجنة التحكيم. حبيبي. يعني التفاعل مهم جدا من اللي جالسين برا. حبيبي. يعطيكم العافية. يلا شباب بسم الله أربعة ثلاثة اثنين يلا يا زياد واحد ما هذا المساء الجميل أين هم المملوكين لقد تأخروا لقد سئمت منهم كثيرا اللهم بعد بفرج من لقد قلت لكم أكثر من مرة لقد سئمتكم
لن أمررها كسابقها، أعاهدكم بالله. أيها الجلاد جلمود، أمرك سيدي، أمرك سيدي. لقد سئمت منهم، أريدك أن تجلدهم جلدا مبرحا يسمعونهم من الغرب قبل الشرق. حاضر يا مولاي. هيا هيا، إنها أكثر من مرة. أشد من ذلك. أنت لا تعلم ماذا تعمل سيدي. لقد سئمتهم كثيرا. الأخيرة يا سيدي. انصاع علي، انصاع علي. ما هذه بابا؟ انا عند ابا سعد. يا ابا سعد، من الطارق؟ ابا الدراهم وابا حامد. تفضلا لترى هؤلاء الصعاليك، انظروا الى شكلهما، انهما صعاليق جدا. استمتعا بالنظر، استمتعا، استمتعا. دعهم. هل تهدين واحد منهم؟ دعهم يغربان عن وجهي يا جلمود، اذهب بهم الى هناك. لقد سئمت حتى ضربهم. اهلا بكم. لماذا تتعب نفسك يا ابا سعد؟ لقد سئمتهم واريد ان ابيعهم. ساشتريهم. تفضل، كم تطرح علي من الدنانير؟ بخمسة دراهم. ايهم تريد؟ ماذا يعملان؟ كلهما يعملان في مجال الزراعة، الا ذلك فانه افضل جدا. يا سيدي، إن بخمسة دراهم. لقد بعت ولن اجادل. تفضل يا سيدي. هل تريدهم؟ ان الاخر جيد في رعي الغنم وفي الزراعة. خذوا. هل أنت متأكد؟ نعم يا سيدي. يا أبا حامد، اشترهما. لا تظلمني في السعر، فقد ضحيت بأفضل ما عندي، ولكني سهمت منهم. ثمان دراهم. ارفع في السعر قليلا أرجوك. تسعة دراهم. ارفع قليلا وسوف أبيع. عشرة دراهم. لقد بعت، خذوهم. أهلا أهلا. حيا على الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جاء الدين الإسلامي وأبعد كل الشوائب، ومنها المفارقة بين العبد أو المملوك والراعي له. في حديث الرسول اللهم صلي وسلم عليه يقول: لا فرق، بما معنى لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. الله يعافيك. أول شيء نرحب حقيقة بالأستاذ بندر الحازمي، ممثل ومخرج ومشرف لجنة الفنون في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، فنرحب فيه حقيقة ونستفيد من وجوده. ونبدأ معاه طبعا التعليق أول شيء، لأني ناوي أقصفكم. أنا خلوني الثانية حبيبي. تفضل أستاذ بندر. طب الله يعطيكم العافية شباب، ما شاء الله فكرة حلوة ووضحت معنى التعصب بصورة كبيرة. كان فيه يعني نص مكتوب حلو، كان فيه أداء ممتاز. المالك كان محتاج أكثر في موضوع الغضب، إنك يعني تأدي فيه أكثر من البداية، خاصة من بداية الغضب يكون فيه في طبقات صوت تلوين. والله يعطيكم العافية، ممتازين. الله يبارك. أنا حقيقة أشارك الشباب في الكنترول، منين جبتوا ذا الملابس؟ منين طلعتوها؟ هذه اجتهادات فيها، هذه اجتهادات. وهذا مو باجتهادات حقيقة، هذا يسمى إبداع صراحة، يسمى إبداع فعلا. يا لبيه محمد. والله والله يا شباب فعلا، والله فعلا نتفائل بوجود حقيقة أمثالكم ما شاء الله تبارك الله. احنا هذا هدفنا من الأسابيع اللي قبل، إنه فعلا نتكلم عن أمور نبغى فيها تطوير. هذا الجهد اللي قاعد يقدم حقيقة هو اللي فائدتكم أنتم وفائدة رسالة الإعلام الهادف. شكرا جزيلا، مبدعين والله. شكرا. المجموعة الثانية، المجموعة الثانية بغش من الجوال بقيادة تركي حبيبنا.
نعم والله زياد يعطيك العافية زياد والله هلا يا قلبي هلا غلا والله يعطيك العافية حبيبي لحد يبدأ لحد ما أعطيكم إشارة على السريع يا شباب نبغى المجموعة الثالثة تجهز على طول ترى بناخذ بسرعة ها على طول يخلصون نبدأ ما نبغى نتأخر جاهزين يا شباب جاهزين تركي يلا جاهزين مايكات شباب تأكد مايكات بسم الله أربعة كيف حالكم طبعا. شباب اللي جالسين ورا يا شباب الله يعطيكم العافية تسلم يا زياد حبيبي تسلم شكرا الله يعطيك العافية الله يجيكم طيب شباب ترى اليوم في مفاجأة بنعلنها لكم بس بعد ما يخلص المشهد الثالث ماشي اوكي حبيبي مفاجأة خاصة شوف جوا شوف زياد دلع صوت العلاقة يعني أربعة ثلاثة اثنين واحد كيف حالكم يا قوم أهلا خير الحمد لله حياكم الله حياك الله من أين أنت أيها الفتى؟ أنا؟ نعم أنا من بني ربيعة أنعم وأكرم مالك زود يا شيخ وأنت أيها الفتى؟ أنا من قوم إذا بلغ الفطام رضيعا تخر له الجبابر ساجدين الله أكبر نعم القوم أنتم مالك زود وأنت أيها الفتى؟ أنا من تميم أنعم وأكرم وأنت أيها الفتى؟ أنا من قيس نعم القوم أنتم و ما أنت أيها المملوك من أين أنت؟ أنا؟ نعم أتوقع أنه هو لا يعرف جبريته من هو أبوك؟ ومن هو جدك؟ تعرفهم أبي؟ لا جد له ولا قوم له يبدو أبي الإسلام أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي طبعا هذه قصة مستوحاة من الزمن القديم قيلت في سلمان الفارسي وهذه صورة من صورة تعصب كانت تعصب الصورة شفتوها التعصب القبلي وإلى الآن في هذا الزمن بقي شيء من التعصب القبلي ولكن مع التطور تطور شكل التعصبات وأصبحت بعض التعصبات بهذا الشكل الله يعطيك العافية اليوم ان شاء الله فريق يفوز باذن الله نشوف بس ان شاء الله تكون فيها اداء اي ان شاء الله باذن الله فريق دائما متعود على الحكام ما يفوز الا بالتحكيم حبيبي هذه اعذاركم دائما كل ما فزنا قلتوا فازوا بتحكيم وتحكيم لا تزعجني وخلنا تابع المباراه كره ملعوبه في منتصف الملعب فريق الف في محاوله في هجمه في فرصه سانحه على الطرف الايمن كنترول ولا اروع كره عرضيه راسيه الله على اول الاهداف شفت قايل لك والله فريق صراحة. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد والله هدف حلو شفت قايل لك لا ما توقع الحمد لله فريق ما في حالة استنفار كاملة رغبة كبيرة في أن يلحق بالتعادل كرة في المنتصف مراوغة بين الأقدام مهارة عالية جدا تسديد من بعيد فريق ما في منتصف الملعب الآن كرة جول كبير يا فريق ما يا رجال فريقك أبو قاق دائما وأنا أعلمك بس ما تفعل يا أخي أقول لك ما تفوزون إلا بالتحكيم تفوزون بالتحكيم وتفوزون بالتحكيم ما أدري تفوز بالتحكيم دائما شوف العادة شوف العادة كيف جاء في نهاية المباراة نشكر فريق ألف وفريق باء على هذا المستوى الرائع والمميز دائما كرة القدم أخلاق ومبادرة لا للتعصب لا للعنصرية لا 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 نرى السلبيات في أرضية الملعب شكرا لكم سب عودة وقف تعال يا سود العافية يا شباب يعطيكم العافية ما هذا يا ترك ما شاء الله معلق حركات يعطيكم العافية شباب ناخذ تعليق الأستاذ بندر تفضل أستاذ بندر يعطيكم العافية شباب طبعا كان فيه إيقاع رائع وصراع موجود في المشهد توظيف الموضوع المشهد العصبية من الجاهلية إلى الآن بس كان في ملاحظة في النقلة نقلة بين الزمنين كان ممكن يعني نقولها بصورة بدل يعني ما تقدمها كذا بطريقة مباشرة نقدمها بطريقة غير مباشرة الله يعطيكم العافية يعطيكم العافية يا شباب شيء رائع وجميل حقيقة كما أنه التعصب يحضر في كل شيء وجسدته في الجانب الرياضي وتجسيده أعتقد أنه يعني كان قريب للمنطق
الدخول في الجو، بس انا حسيت شوي نوعا ما ضعف الايقاع شوي في لحظات. يعني هو مو شرط انه نحط فريق الف وباء، هي واضحه اساسا بدون ما نحط فريق الف وباء، التنافس حد ذاته يصنع نفسه من يعني انا اعتقد المسرح في الفتره الحاليه يمكن هذا من البدايات، او بعض المسارح تستخدم مسارح مدرسيه ممكن او كذا، احنا تجاوزنا يمكن هذه المرحله، وبالتالي مو ضروري تقنعني بالشيء، بالعكس انت اترك فرصه لي اني انا قاعد اتساءل ما الذي يحدث، وهذا شيء رائع حقيقه تفسر فيه. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. معلق ممتاز صراحه، معلق تركي ما شاء الله. المجموعه الثالثه، بسم الله نبدا. يلا اربعه والله بدا. ثلاثه اثنين واحد نبدا. الأخير يا ليل، الله الله عليها ما شاء الله، روعة فلة. بس أنا بصراحة تبغى الصراحة في نفسي عليك حاجة. ليش؟ يا أخي أنا عتبان عليك من الأخير. شباب مخرج سعد غريب اجلسوا. ليش؟ أمس الرجال يذب علي ويتريق ويحوش، وأنت جاي إيش تقول؟ ها تضحك من بعيد، الرجال يقول بالله هاتوا علبة الزيتون، تقوم تضحك؟ ما سويت شيء يا راجل. يا راجل. يا راجل. بس برضو يعني منك ما كانت حلوه يعني. ما سويت شيء. ليش اذكر اذكر الموضوع بسيط، شو فيكم انتم؟ لا لا ان شاء الله كل واحد يسوي يعني هي. بس برضو يا اخي لا زيتونه زيتونه، يقول لك يا زيتونه يا مسخره. هذا بسيط ولا تتعبون فيه. رد عليه رد عليه، انا ما راح اسكت لك. معليش انت انسان ضحكت علي صح ولا لا؟ انا ما راح اسمح لك ثاني مره تقول لي الكلمه هذه او تضحك علي، انا ما راح اسمح لك. يا ضعيف يا ضعيف يا ضعيف، لا تسكت عن حقك يمسخرك وخويك وعجب. ماني ضعيف، ايوه انت زيتوني. عايش ايش تبغى انت كمان تقول لي زيتوني؟ ايوه انت زيتوني. كسرت والله يا عبود، الدوري نار خاصه فريقي البنفسجي علي العال. وش اللي علي عاله؟ وش اللي بشعلل؟ فريقك يا ابوي تدري ان فريق الرمادي هو الان المتصدر؟ الفريق البنفسجي حقك بين الفريق الرمادي حقي 7 نقاط يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي، فريقك الرمادي فريق ممل ممل، فريق ممل. اصبر. وش اللي اصبر؟ اسكت. وش اللي اسكت؟ رجالي كل فريقك ممل ممل، هذه ما يتقبلها اي واحد الفريق. واسكت اسكت اسكت انت اسكت 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 مكانك، خلك مكانك اسكت اسكت. فريقك بنفسي تحت وانا فوق، الرمادي 7 نقاط 7 نقاط الرمادي تحتك. يا ضعيف، وين القوه اللي في داعيهم؟ اتكلم عليك، لا تسكت لا تسكت، هذا فريقك ولازم فريقك ينتصر في اي وقت. لا تسكت. لاحظ انك اشغلت انا انت. وش اللي اشغلتك؟ يا اخي ما غير زبال بلو، فريقك فاشل 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 فاشل. انت اللي فاشل. ما تسمع انت؟ انا زعيم التعصب. وحش وحش طال ابطال يا اخي، ما قاعد اشوف حتى اذنك اكلها. لا لا والله ما قاعد. يعطيكم العافيه يا شباب. الله يعافيكم. وين زعيم التعصب؟ الشيطان اخرس الصوت. يعطيك العافيه يعطيك العافيه. بس قبل ما ابدا المداخلات ودي بس استفسر من وجود استاذ بندر، وقول احيانا ما ادري في عرف المسرح الاكاديمي يتكلم عن مهرجانات دوليه، وحسب ما فهمنا من بعض الاساتذه اللي درسونا في المسرح وحتى في الجانب الاكاديمي، هل الادوار لها علاقه؟ يعني احيانا واحد يقول حجم الدور بالكم او بالكيف، هل ممكن ادوار بسيطه تصنع فيها دور بطوله؟ هل ممكن تاخذ افضل ممثل في مهرجانات؟ هل الدور احيانا هو اللي قاعد يصنع لك المشهد الخفي؟ طبعا هو المهم الاداء، طبعا اذا كان الدور بسيط بس الاداء متقن افضل من دور طويل والممثل ما يكون في المستوى، يعني مستوى الاداء. احسنت. طبعا هذا اللي شفناه منك يا معاذ حقيقه في الاسبوع الماضي، الله يعطيك العافيه، كنت رائع جدا في اثراء المشهد من خلال تفاعلك مع الشاعر، وهذا شيء رائع وجيد وما شاء الله تبارك الله عليك، يعني تغنينا التعريف، انت وزملائك حقيقه. خلونا ناخذ التعليق على المشهد من استاذ بندر، تفضل.
عجبني معاذ في دور الشيطان توظيف الشيطان كرابط بين ولا كنت أتكلم عن في المشهد الثاني في رابط الآن نقلنا من الزمن الأول في التعصب أو في الحالتين نقلنا إنه في شيء يربط بينهم وعجبني أداء هذا لكن في نهاية الفقرة الأولى ما كان في يعني المفروض تفرح أكثر إنك أنت وصلتهم للمرحلة هذه فيعني في الأداء فرح أكثر يعني لأنك أنت وصلت لأنه أنت تفرقهم ويعني هذا هدفك وصلت له فيكون في فرح أكثر في ويكون في الوسواس يكون في حركة أكثر يعني يعني التأثير على الشخص الله يعطيك العافية يعطيكم العافية يا شباب أنا حقيقة أن بكل أمانة يعني أقول ما شاء الله تبارك الله أشوف أنه في أداء يتصاعد بشكل مستمر وهذا أنا أعتقد إذا استمرنا بهذا الشكل ولله الحمد يعني في خلال الأسابيع القادمة أعتقد بنشوف يعني منتخب من الممثلين الرائعين في رسالة الإعلام الهادفة شكرا لكم حقيقة أعطيكم العافية طيب شباب إحنا الفرق وينها موجودين كلكم أي وينكم بس أبغاكم طيب يا شباب ترى اليوم يعني حقيقة يعني بعد تشاور مع الأخوان في إدارة البرنامج الله يعطيهم العافية إحنا رفعنا توصية إنه اليوم تكون في جائزتين للتمثيل وأقراها ابتداء من هذا اليوم اليوم بتكون في جائزتين للتمثيل إن شاء الله ممثل الأول وممثل الثاني نبدأ في الطلبات ويجوني مسؤولين المجموعات بس تعالوا لي على المسرح هناك عشان نختار قرعة إيش كنت تقول؟ ما عليش عشان هذا تواصل أنا وفايز حبيبي الله يحفظك الله يحفظك القلب له ترى كلم يا بندر خلنا ترى حتى التحديث الجديد ما أعرفه لا طيب يا شباب كل واحد ياخذ له واحد يلا اللي بياخذ رقم واحد واللي راح يبدا اول لا تفتح صوص مش ودك طلع منها سعود واحد يا تعالوا يا سعود اثنين معاذ اثنين سعود ثلاثه خلاص بالقرعه انصفنا اعطونا مجموعه واحد يتفضلون على المسرح بسرعه وناخذ التعليق يلا يعطيكم العافيه يا شباب الشيء الجميل استاذ بندر نشوف اليوم في تطور في موضوع الاخراج يعني الفترة الماضية كان في اجتهاد في ارتجال اليوم ما شاء الله قاعد نشوف في اهتمام في موضوع السينوغرافيا القدرات في التوظيف الله يعطيك العافيه نشوف المشهد وش طيب شباب نهدى شوي المجموعات زي ما اتفقنا رقم 3 2 1 طيب يا شباب طلب بسيط مو بصعب وخلال 5 دقائق ونرجع نقول احنا هدفنا في موضوع الطلب الارتجال نشوف شو يطلع معاكم من خلال طلب الارتجال طبعا يا شباب ارجع واقول الموضوع مو ما له علاقه في قضيه الاتقان لانه مش ما في تحضير ذهني كثير زي فكره الطلب ذا فلا احد يقلق كثير احنا يهمنا كيف وانا اثناء ما نعطي الطلب كيف الشباب موجودين يتفاعلون مع الكلام اللي قاعدين نقوله باختصار احنا نبغى اول طلب عندنا كاننا في يعني الاطفال لهم حق علينا بصراحه كاننا في مدينه ملاهي اطفال فنشوف الفوضى الخلاقه داخل مدينه الاطفال الالعاب اللي بيروح يلعب اللي بيروح ياكل يروح يكلم امه يكلم ابوه يتهاوش نبغى نعيش في هذا الجو ما عندي مشكله بعطيكم يعني 20 ثانيه بس تحضرون تحضير اطفال ابغى كل ادواركم اطفال كلنا كل ادواركم اطفال احنا اطفال ولا احنا اطفال ولا عندنا اطفال لا انتم تبون تستخدمون اللي تبون لا اطفال في اي مكان اي بالضبط اطفال في اي مكان نعم تعطي ايش رايكم نصير اصحاب خلاص يلا تعال
ايش رايكم نصير اصحاب؟ ايش رايكم نصير اصحاب؟ تعال يا بدر ليه؟ ليش ابي خلاص بخيط لك ثوب خلاص خلاص عندك خياط عندك خياط ايش رايكم نصير اطفال؟ طيب امسكوا بعض امسكوا بعض والله صدق قاعد يروح لا اسمع حدود الجواب اول مره اشوف طفل شو رايكم نصير اصحاب لا لا اساس اسمع اسمع مو ضروري مو ضروري يا شباب مو ضروري الطفل يكون مايع ترى مو مو شرط يقول كذا يا حياتي لا مو طفل يا اخي طيب شباب في سؤال جاني الله يعطيه العافيه من حبيبنا فايز مدخل الله يعطيه العافيه سؤال مهم جدا يعني هل فعلا في مهارات مهمه جدا للارتجال للممثلين يعني هل فعلا في مهارات يجب ان يتصف فيها الممثل اثناء طلبات الارتجال هو اهم نقطه هي قضيه انه يكون سريع البديهه ولا لا استاذ بندر انه يكون سريع البديهه في اهم نقطه اثناء ما اقول لك تجسد زي التعبير ترى هي الموضوع الارتجال زي فكره التعبير يعطيكم العافيه حقيقه انا شفت ما شاء الله تبارك الله يعني ابدا طلعتوا مكنون الطفوله اللي عندكم ما شاء الله ما في اي طفوله بعدين امكن انا ما ابغى نشوف استاذ بندر يعطيكم العافيه تفضل استاذ بندر يعطيكم العافيه الله يعني زي ما قال الاستاذ خالد موضوع في الارتجال احنا محتاجين رده فعل سريعه يكون في بديهه وفي رياكشن سريع في ملاحظه على موضوع الصوت يعني وتماهي اكثر مع فكره الطفوله وانه نمثل بصوره اكبر كانه اطفال فعلا يعني نعيش مع الشخصيه اكثر نعم. وفي موضوع الحركه برضو يعني محتاجين ننتبه على الحركه انه نتوزع بحيث انه كلنا نكون يعني في مجال الرؤيه كلها لحظه اطفال طيب اطفال عطني دور اسمع عطني دور طفل الحين حالك انت يلا يا طويل العافيه اعطوهم تحيه يا جماعه اعطوهم تحيه شكرا لك قادر جننهم هذا والله صراحه زين خطه يقول كيف مجموعه اثنين اثنين بسرعه يا شباب يعطيكم العافيه ترجع والله رائعين والله رائعين والله رائعين بالعكس يا شباب هذا الشيء صح يلا شباب يا شباب خلصنا من الطلب الاول اعطيهم العافيه شباب حقيقه ما قصروا في المجموعه الاولى ادوا شيء للطفل نسمع يا شباب مع بعض نروح الان مع طلب المجموعه الثانيه مع الاستاذ بندر الحازم تفضل استاذ بندر الله يعطيكم العافيه شباب ودنا في الطلب هذا نقدم شيء وطني نوجه رساله لاخواننا المرابطين في الحدود الجنوبيه في الحرب مع الحوثيين ودنا باي طريقه نوجه رساله للاخوه المرابطين على الحدود الجنوبيه اجمع صوت واضح يا شباب واضح اذا الله يعطيك العافيه استاذ بندر فعلا اشوف انه شيء رائع جدا تضامنا مع رجال الامن اللي على الحدود في الجنوب ان نقدم ايضا مشهد مرتجل منتظر الشباب في المجموعه الثانيه قبل ما ناخذ قهوه مشهد 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 صح مشهد لا لا مشهد حد جنوبي ولا نوصل رساله لهم مشهد 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 يا ابوي عشان طلعنا الله يسعدك اسمع انا اقول الابيات انا ما راح اسوي شيء انا بقول الابيات بس خلاص اطلع انت خلاص شوف انا من الجنود انا من الجنود انت انا وياك حوثي كذا الوقت لا لا احنا جنود انا 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 لف 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 شمال لف شمال خذك شمال خذك شمال انت حوثي روح لسنا نعم احنا حوثيين وش 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 عندك وش حقتك؟ لا لا وش وش حقتك ها؟ اسمع سيدي احنا ايش؟ على الوطن على الكهرباء على الوطن اسمع دقيقة انا بقتلهم انا بقتلهم خلاص الله يسمعهم خلاص الله انا بقتلهم بقتلهم طيب تعال 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 انا اقتلكم تعالوا تموتوا اربع عيال يلا 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 واحد انتم جنود ها؟ نعم شنقتلهم واحد واحد باذن الله شنقتلهم واحد واحد بسم الله الله اكبر يا عمليات واحد عمليات واحد احنا على حد الجنوبي الان احنا حد الجنوبي يا الوذرين يا وذرين يا عيال ميتوا 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 يا موطني يخسون والله ويهبون دونك مطاليق على الموت وردوا يا موطني واللي بحدك يطمعون لا والله الا يوم طمعوا بك ورقوا لا والله الا يوم طمعوا بك غدوا
ضيعتني بوجهك يا فارس انت. لا تضحك يا اخي. يعطيكم العافيه يا شباب، يعطيكم العافيه ما شاء الله تبارك الله. حقيقه هذا اقل واجب نقدمه لرجال امننا الغاليين علينا في الحد الجنوبي، نقول الله ينصرهم يا رب. وهذا اقل واجب حقيقه من رساله الاعلام الهادف ومن قناه بدايه ومن زد رصيدك والاعلام كله حقيقه انه يقدم شيء لرجال امننا. ناخذ تعليق من الاستاذ بندر. يعطيكم العافيه شباب، عجبني اكثر شيء توظيف الادوات شباب اللي موجوده. ما ينفع نتكلم وفي ناس هنا موجودين، ترى بنخصم. الله يعطيكم العافيه، تفضل سمي. توظيف مثلا السواتر، توظيف الاسلحه، عجبني كثير منكم، الله يعطيكم العافيه، في ابداع في ابتكار، الله يسلمك. شكرا لكم يا شباب، يعطيكم العافيه، تفضلوا. تجي المجموعه الثالثه. ليش ما متوا طيب؟ زودتوا بعد ايش؟ لا لا لا. جاهزين؟ لا لا كذا لا اوكي. شايف فيها طقطقة؟ لا بس عجبتني مسويت كذا. اوكي. والله يا اخي جد. يلا. من اللي يطلع صوت قطو؟ هذا هذا. مرة طيب. فوزوا. أول شيء يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. طلب أيضا زي زملائكم، ترى حق مشروع لكل الفرق عشان ما حد يقول إن نعطي فرصة، بس بعض الشباب يبدون براحتهم. إن نعطيكم وقت تاخذون راحتكم. جميل. ماشي يا شباب. حبيبي. أوكي، نتخيل نفسنا داخل سوق قاعدين نتبضع. أسواق مجمعات تجارية. حلو. بنشتري أغراض وصارت مشكلة وإحنا قاعدين يعني نتبضع من المحلات، صارت مشكلة في أحد المحلات، يعني مشكلة بين زبون وبين صاحب المحل. يا سلام. ونشوف ردات الفعل اللي قاعد تصير داخل هذا السوق. ماشي 4-3. اعطيكم وقت. يلا. انا راعي المحل، انا بنقابي. اسمع يا خالد. وانا ادور في الملابس. اقول اني شريت من جون شباب. انت هو شنطه وياه. واحنا انتم تبضعوا. انا في المحل. وانا غير مبالي. هذا غير مبالي. تفضل. يلا صفحات. يلا ده حبيبي ولا شو الوضع؟ 1. السلام ورحمة الله وبركاته. يا ابوي انت ثلاث مرات تجيني. لا معليش لك عندي شيء يا ابني. لا معليش معطيك دراهم ولا اخذت الاغراض. يا ابن الحلال ما لك عندي شيء. معليش يا عبد الكريم. لا اله الا الله. ما فيه اعطيتك دراهم ولا اخذت. حبيبي واذا حبيبي حبيبي انا مجرد شغال كاشير هنا، ما دخلني بالشيء اللي تقوله. معليش الخطا خطاك انت تتحمل خطاك. لا اله الا الله يا ناس. يا الله يا محمد. ايه حبيبي علقوا انا اجيك يا صديق. انا ما اشتري اغراض، انا اعطي فلوس. انا ما في شيء الاغراض. السلام عليكم. هذا مشكلة. ايش في يا شباب؟ قول له يا حبيبي هذا على اساس المشتري اغراض وما اديته فلوس. نصاب يا رجل، ما اديته ولا شيء يا حبيبي. الاغراض ما اخذتين، اعطيتك قروش ولا اخذت. يا ابوي ما اديتني شيء يا ابني. يا شباب قول له الله. قول له الله. لا اله الا الله. الف تفضل يا ابوي. المقاس اكس لارج من الفنيله ذيك وين؟ قول له حلال. هذا وقت شوف لي شوف اللي عندك. انا ازعجني. انت ايش تبي؟ ابي فلوس حبيبي. انا ابي الاغراض. اعطيتك قروش ولا اخذت الاغراض. ارجع انا اقول لك يا اخي اعطي قروش وخليني امشي. انا شغال هنا على 1200 ريال بالشهر. هنا هذه بتنشني يا اخوي. خذ الله بنفسك يا اخي. صارت سرقه. صارت سرقة الحين. ابغى واحد جسد دور سرقة بسرعة بسرعة. لا والله ما له داعي. سلام. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. بس حلو والله يا سعود. أكلت تمر بأي حق؟ مليون طيري. لا لا. طيب لا لا صحة وعافية حبيبي. عنهم. يعطيكم العافية. شاكرين لكم. ناخذ تعليق من أستاذ بندر تفضل. يعطيكم العافية. في سرعة بديهة، في حضور، في تفاعل يعني بينكم سريع. الله يعطيكم العافية. ممتاز. طيب ارجعوا يا شباب كلكم ورا. اول شيء طبعا يعطيكم العافيه شاكر لكم. انا حقيقه يعني
قصدت اني اتداخل معاكم عشان اشوف فكره سرعه البديهه وكيف التصرف. ابتداء من الاسبوع القادم بيكون في تداخل اثناء السرد بالنسبه للارتجال عشان نشوف كيف تغيير الحال من الحال، بدل ما يكون فيه تعود، لانه شفنا قبل شوي جالسين فتره طويله مشكله وناس رايحه جايه. غير ذلك شباب ضروري جدا نهتم في نقاط مهمه جدا لكم وحتى في المشاهد الثانيه، قضيه التغطيه. يعني في ناس قاعد تمثل كذا غلط، لازم يا شباب لا نجينا نمثل، لا نعمل استدارة كاملة، ناخذ الجهات اليمنى الجهات اليسرى بمعنى صح كيف نطبقها. جيت انا اتكلم معاكم جالس هنا بهالشكل، انا قاعد هنا عندي كلام حوار معك، اسحب شوي عندي حوار معك، ما اجي اتكلم معك اقول لك لا لا غلط كذا، ابى اتكلم معك بالشكل الصحيح، الشكل المسرحي الصحيح في التمثيل. اسمع يا حبيبنا، انا قاعد اتكلم معك واقول لك كذا كذا، استدارة كاملة بهالشكل، الناس شافوني افضل من قضية اني قاعد اسوي. وكمان جيت امثل لا اسوي كذا، اشر اشر هنا، وخصوصا كذا نبي نغطي وجهي، فخلي التأشير بهالشكل. يعطيكم العافيه يا شباب، تفضل. شكرا لكم يا شباب، لحظات حلوه والله يا رب. الله تفضل يا شباب، اعطونا بس اقل من دقيقه ونجيكم بس عشان نخلص اللي عندنا. يا رب اسمحوا لنا، معليش يا حبايبنا تحملونا اداره البرنامج شوي بس نخلص امورنا. صعب من عيوني الثنتين. انت اعطيتهم شغلات سهل. اطفال ثانيه تقدم جنوبي ثالثه هذا. طيب 30 ثانية يا حبايبنا، يلا. ايوه عادي عادي والله، ضحكتنا تسوى الفوز والله. والله ضحك، بغيت لازم امثل وفي شيء يضحك. جنني فارس، جنني. الفوز ما فيها برايم بكره. ليش؟ 170 ان شاء الله لكم. لا نفك في العين، مو كلنا نطارد. طيب شباب مسؤولين المجموعات يجون. شباب اللي كان معه مشهد الطفل مين؟ تعال بيك كلنا شباب، ما في احد تحت عليك. لا بس موري، ماني موريك عشان اقولك نعلن، هذا موضوع خاص بيني وبينك. اوكي يعطيكم العافية يا شباب. طب أول شيء بالنسبة لأفضل الممثلين، عندنا جائزتين في التمثيل، خلوني أطلع. كفو رايكم بالله، عاشت بالله. لا اليوم الله يعطيهم العافية حقيقة، الشباب ما قصروا في إدارة البرنامج، أعطونا اليوم جائزتين للتمثيل. يعني ما قصر في فرقة رقم 1، 2، و3. طبعا اثناء جمع الدرجات انا ودي اقول بس كلمه سريعه اذا تسمحوا لي بشكل سريع جدا. تفضل. اليوم طرحنا موضوع التعصب، ما ودي نخلص النتائج ونعيد فكره التعصب من جديد، نبغى نخليها منطلق فعلا على تقبل الاراء، تقبل وجهات النظر، وتاكدوا تماما. كبير استاذ، وتاكدوا تماما يا شباب انه فعلا الامانه امام عيوننا تماما، ومعايير مهمة جدا في التقييم. قلنا هذا الكلام بس نأكده للتذكير، أكيد أنه كثير من الناس يتعصب لوجهة نظر أو أنه وده يأخذ جائزة، هذا حق مشروع، لكن الحق حقيقة في الأخير هو اللي صراحة سيكون منصف للجميع. بالنسبة للممثلين اللي فازوا معانا، في واحد اسمها ايش توقع تركي؟ عطنا توقعاتكم يلا. والله اليوم صراحة يختلف عن الأسبوع اللي فات. صراحة ممثلين كثير اليوم. يلا عطنا وجهة نظرك. والله كثير. أنا عندي أشوف تقمص الكاركترات، هيثم ما شاء الله، هيثم ملحاني، عبد الله الجميري ما شاء الله. هيثم وينه؟ هذا الزيتون. لا 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 ما دريت عنك أساسا. ايوه تقمص رجال للدرجه اني والله بس ما اخذ افضل ممثل بغيره. لا فارس يمكن. فارس ايش تقول؟ انا والله اشوف اول مره اشوف فارس يمثل كذا صراحه. فارس يا سلام، وين فارس؟ والله خطير فارس، يا سلام عليك. اجي
ألف مبروك للجائزة الأولى الحبيبنا فارس، تحية قوية 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 له. تعال يا فارس، أوه يا فارس، أوه يا فارس، تعال يا فارس بسرعة بسرعة بسرعة. خلاص نرجع ولا الله يعطيك العافيه، خليك تفرح بالجائزه اول شيء وبعدين نصورك. الجائزه الثانيه فاز معاها 100 ريال، طبعا 100 ريال يا شباب، 100 ريال 100 ريال. وين راحت وين راحت وين راحت؟ قنصتك يا زياد، تعال الف مبروك يا زياد. الله يسعد قلبك، مبروك 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 لكم. رجع رجع شباب، يعطيكم العافيه، مبروك لكم، تستاهلون ان شاء الله نشوفكم. المجموعه الاولى في الجلسه الاولى، المجموعه الثانيه في الثانيه، المجموعه الثالثه في الثالثه، والمشرفين هنا. راح نعلن الان اول شيء مع الاستاذ بندر جائزه المركز الثالث. المركز الثالث راح نعلنها الحين مع بعض. طيب بس دقيقة يا شباب، يعني بس تشاور ترى احنا خلصنا ترى، بس عشان انتظر الشباب عندنا هنا. المجموعة الثانية والثالثة تغيروا بالأماكن. مجموعة معاذ، من كان رقم اثنين منهم؟ اثنين انتم، اثنين خلوكم في النص. ثلاثة؟ لا لا في المشهد الأول. ثلاثة. ثلاثة. بدلوا اللي في النص، بدلوا. احنا واحد. ثلاثة يكونون آخر شيء، ثلاثة هناك. ثلاثة هناك. يلا. ثلاثة والله احنا طيب. ثلاثة. بسرعة 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 بسرعة. واحد. في المشهد، أنا أتكلم في المشهد الأول يا شباب. واحد هنا. يا رب يا رب يا رب. يا رب. في المشهد الأول وين؟ ثلاثة هنا. هنا. أوكي، والمشهد الثاني؟ هنا. والمشهد الثالث؟ هنا. هنا. طيب. المركز الثالث اللي فاز معانا بيلعن استاذ بندر. تكفى تعال. المركز الثالث والمجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة، المركز الثالث، يستاهلون. ونشوف برضو الفائز معنا. تعال يا بندر هنا. مجموعة الثالثة مين؟ مجموعة الثالثة الشباب اللي هناك. هم الثالثة ها؟ الثالثة. مجموعة مين هذه؟ احنا واحد. اي انا عارف يا ابوي. استنوا بس كنا عارفين ايش بنسوي. المجموعة الثالثة اللي موجودة هنا. حلو. المركز الأول اللي فاز معانا. يا رب. اللي فاز معانا. يا رب يا رب يا رب. صح؟ أكيد. طيب اللي فاز معانا. أنتم الثالث. وين رقم اثنين؟ لحظة لحظة لحظة. الثالث من هو؟ الثالث هنا. الله يعطيك العافية معاذ. تسلم معاذ. يلا يلا. وين رقم اثنين؟ رقم ثلاثة. رقم واحد. والله حرام. رقم واحد ايه. سويته في المشهد الأول أنتم. لا يا شيخ. والله حرام. لا 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 لا. المجموعة الثانية. الارتجال ايش سويتوا يا شباب؟ مشهد الأطفال ومشهد التاسع. يا سلام عليكم. يا سلام عليكم. طبعا مشرفكم مين يا شباب أنتم؟ سعود فهد. نعم الله يسلمك. معالك زود. مش ناس ما شاء الله تبارك. هنا أنت صح؟ ترى الله اللي فاز معانا ترى بكره ابراهيم. يا مجموعه اثنين ولا ثلاثه وبكل امانه وبالدرجات قدامكم. هناك هناك خلاص. اسف اثنين ولا واحد خلاص. ثلاثه خلصنا بعد زعلهم. دققون بعد عليهم. سلامات شباب. خلوكم مثلهم. قوموا واقفين. اي ما يصير كذا. كلكم هنا ولا هنا؟ الف مبروك للمجموعه رقم واحد. يستاهلون يستاهلون يستاهلون. لحظة يا شباب يا شباب افرحوا 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 افرحوا. خذوا وضعكم يا شباب. هذه 1000 ريال توزع بينكم. توزع بينكم. الف مبروك. تستاهلون. جزاك الله خير. وان شاء الله باذن الله نشوف تميز مع المجموعات الاخرى في كل اسبوع.
شباب الاسبوع القادم توزيع جديد بينكم ونلتقي ان شاء الله عليه. يا رب سامحونا يا شباب، يعطيكم الف عافيه، اشوفكم على خير. اشكر استاذ بندر الله يعطيه العافيه على جهوده حضوره اليوم معنا، ونشكركم جميعا ونبغى الشباب يباركون لهم. يا شباب تعالوا شو نسوي، لازم تعدون. يعطيكم العافيه. حبيب قلبك، حبيب قلبك، يا رب. شايف شايف، تعال تعال شايف شايف. لا 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 لا